السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض فانوس للأطفال عشان رمضان. كل سنة وانتم طيبين. الأدوات اللي هنحتاجها معانا، أول حاجة في الأدوات هنحتاج 4 فرخ فوم جليتر، فرخ بالحجم دوت مش فرخ كبير. يفضل يكون كل 2 بنفس اللون، أو لو عايزين نعمل الـ4 أوجه للفانوس كل واحد بلون زي ما احنا نحب. احنا هنا مستخدمين الفوم اللي هو بيلزق، في ورقة بنشيلها وبيلزق زي الستيكر كده. الستيكر لو ما فيش هنستخدم مسدس شمع. وعندنا ورقة بيضة دي هنعمل فيها شكل الباترون كده للفانوس، وكرتون عشان تبقى بطانة للفانوس يبقى قوي، وطبعا قلم ومقص ومسطرة. هنرسم فانوس على الورقة اللي كانت معانا زي باترون كده او بطانة او حاجة اللي احنا بنرسم عليها الفانوس بتاعنا. دي الابعاد دي زي علشان يطلع فانوس زي اللي احنا عملناه في اول الفيديو، ودي تبقى مناسبه جدا للاطفال هما يقدروا يلعبوا بيها. اول حاجه، اول قطعه في الفانوس المثلث اللي فوق هيبقى كل ضلع حوالي 10 سنتي. بعد كده القطعه اللي في النص هتبقى هنا الاضلاع دي تبقى 12 سنتي، والقاعده 7 سنتي. تالت قطعه معانا قاعده الفانوس 7 سنتي، ودول 8 سنتي، وهنا حوالي 12 او 12.5 سنتي. ده كده ان شاء الله هيطلع مقاس فانوس كويس جدا. بعد كده هنقطع كل قطعة ونيجي نقيس عليها، نعمل عليها على الكرتون، نحطها على الكرتون ونقص زيها بالظبط 4 أوجه من كل قطعة. هنرسم 4 قطع من كل قطعة موجودة معانا في الفانوس على الكرتون اللي معانا. هنا انا قصيت القطعة بتاعت الفانوس اللي انا رسمته، بقوا 3 قطع بالمنظر دوت. بعد كده هاجي على الكرتون اللي عندي علشان اعمل بقى بطانة الفانوس، احطها كده وابدأ ارسم بالقلم الرصاص، وده اللي انا هقصه. برضو جيت على القاعدة ورسمتها علشان ده اللي هقصه، وجيت هنا على المثلث وبرضو رسمتها وهبدأ اقصه. هعمل من كل قطعة من دولت 4 قطع تانية من الكرتون، تمام. وبعد كده هنعمل 4 قطع تانية من الفوم جليتر، وهنمشي مع بعض ونشوف الخطوات. كده احنا قصينا من كل جزء في الفانوس 4 قطع، في الرأس بتاعته وفي الوسط بتاعه وفي القاعدة بتاعته، 4 قطع من الكرتون من كل جزء في الفانوس. تمام كده انا جبت القطع الكرتون اللي انا قصيتها، وجيت على ظهر الفوم جليتر بتاعي اللون اللي انا عايزاه، وهبدأ احطها كده طبعا بأي ترتيب لانه مش هيفرق معايا. المهم عندي ان انا اطلع قطعة تانية من كل لون، هطلع قطعتين من الباترون بتاعي ده. ببدأ ارسمها كده، وبعد ما رسمتها هبدأ اقصها. دي كده قطع الفوم جليتر اللي احنا قصيناها بناء على استخدامنا للكرتون اللي عندنا. هنبدأ بقى نمسك كل قطعة ونلزقها على الكرتون بتاعنا عشان تبقى قوية ونقدر نعمل فانوس. كل قطعة هنلزقها. هنا انا عندي الفوم اللي هو زي الستيكر اللي انا بشيل منه الورقه والزقه على طول. لو مش متوفر عندي بسيطه جدا بمسدس شمع ابدا اعمل كده نقطه على كل حفه، واروح احط عليها القطعه اللي انا قصتها. بس هنعملهم وهنشوفهم برضو مع بعض. دلوقتي هنبدا نلزق اهو القطعه بتاعتنا زي ما قلنا، وزي ما قلنا لو مش متوفر عندي الفوم جليتر اللي هو زي الستيكر احنا عادي جدا بمسدس شمع نقدر نلزقها كده. وكده هي اتلزقت علشان يبقى الفانوس قوي وماسك نفسه. دلوقتي هنبدأ مع بعض نلزق قطع الفانوس. انا دلوقتي مسكت القطعة في النص الـ4 هبدأ ألزقهم. بنستخدم في المرحلة دي الشمع دوت، سواء حطيناه في مسدس شمع او استخدمناه لوحده كده بنسيحه وبنحطه. دلوقتي انا لزقت اول وجهين اهو في القطعة في النص، هنبدأ نلزق الثالثة والرابعة وهوريها لكم. كده لزقنا اهو القطعة التالتة هنا زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. دلوقتي اهو زي ما انا لزقت القطعة اللي في النص شفناها مع بعض، لزقت برضو رأس المثلث كده بالمنظر ده بالشمع من جوه، وهيبقى كده ده منظره. ولزقت برضو القاعدة اهي، لزقتها برضو من جوه كده. انا لزقت رأس المثلث القطعة دي زي ما احنا شايفينها. انا بالنسبه لي كان اسهل عشان بستخدم الشمع، لزقتها من بره
وكده كده اي شمع بيبان عندي انا هنبدأ واحنا بنزين الفانوس هنحط كده قطع عليه، مش هيبان اللزق دوت. لو حد شايف ان الاسهل هو يلزقه من جوه برضو، يعني كل واحد براحته. ده كده شكلها بعد ما اتلزق. كده انا لزقت قطع الفانوس بتاعي كله بالمنظر ده اللي احنا شايفينه. هنبدأ بقى لسه هنعمل له ايد يتمسك بيها، هنبدأ نزينه من هنا. طبعا التزيين ده راجع لكل حد، احنا هنا هنعمل شرايط كده وهنلزقها على كل الحاجات دي، وهنعمل الايد بتاعته وهنشوفها برضو مع بعض دلوقتي ان شاء الله. دلوقتي زي ما احنا شايفين بدأت ازين الفانوس بتاعي، عملت له كده رسمة زجزاج ولزقتها عليه بالفوم جليتر. طبعا بنختار اي لون احنا عايزينه. هعمل برضو زيها بالظبط هنا في الجزء اللي تحت دوت عشان اداري الشمع بتاعي. طيب عملناها ازاي بقى الزجزاج دي؟ بنرسم عادي على ظهر الفوم جليتر الزجزاج اللي انا عايزاه ونقصها. طب عشان اضمن انها تطلع مظبوطة الزجزاج بتاعي ومش واحدة طويلة واحدة قصيرة، ممكن نعمل خطين بالمنظر ده بحيث ان انا ابدأ ارسم ما بيطلعش الزجزاج عن الخطين دولت، وابدأ اقص عليهم. هقصهم بقى والزقهم تحت هنا مكان الشمع في الفانوس. زي ما احنا شايفين دلوقتي القطعة اللي انا رسمتها على ظهر الفوم جليتر بتاعي انا دلوقتي اهو قصيتها بالمنظر ده. هبدأ بقى اللي انا الزقها. لو انا مش متوفر معايا اللي هو زي الستيكر كده بالمنظر ده، خلاص يبقى انا الزقها بالمسدس الشمع اللي معايا. هبدأ اشيلها اهي كده، هبدأ اشيلها وابدأ الزقها كده اهو المنظر ده زي ما احنا شايفين. طبعا الزينة كل واحد يعمل اللي هو شايفه، او لو في الاولاد، انا عشان عندي الاولاد صغيرين فانا اللي بختار لهم الزينة بصراحة. فطبعا احنا لو اولادنا عايزين زينة معينة نبدأ ايه نخليهم يعملوها هما بايديهم واحنا نساعدهم فيها. هنا دي علشان مش مكملة معايا فانا هقصها من هنا بالمقص كده زي ما احنا شايفين. وعندي قطعة تانية كنت محضراها اهي، هبدأ ألزقها كده عليها بالظبط اهو. وبرضو ايه هي طويلة شوية هسويها فبقى الفانوس عندي بالمنظر ده، بقيت الزينة بتاعته بالشكل ده. وبرضو انا حضرت الايد اللي انا هعمل بيها الفانوس، قطعت كده قطعة من الفوم بتاعي وهلزقها بالطريقة دي. ممكن نعمل شكل برضو مختلف وجديد شوية، ان احنا ممكن نعمل دايرة من لون تاني بالمنظر ده وندخلهم في بعض كده. هندخلهم كده في بعض تبقى بالمنظر ده، وهلزق الايد بالشكل ده كده فهتبقى ايد الفانوس بالمنظر ده. دي هتدي شكل جميل جدا وتخلي الاولاد يمسكوها يبقوا مبسوطين بيها. هنا تكملة بقى للتزيين بتاعنا للفانوس. انا رسمت هلال ونجمة ومثلا عملت حرف ام علشان ازين الفانوس بتاعي. في فكرة بقى حلوة لما نيجي نرسم الهلال بتاعنا، لو احنا مش عارفين ايدينا هتبقى مظبوطه فيه بالرسمه ولا لا، احنا ممكن نجيب بكره السولتيب او اي حاجه مدوره عندنا بالمنظر ده كده، ونروح راسمين كده ماشيين عليها ونيجي قدامها كده بشويه نروح ماشيين تاني كده. احنا رسمنا شكل هلال جميل قوي، فدي كده حاجه تركها في الهلال. بالنسبه للحروف ناخد بالنا قوي، يعني مثلا انا هنا عندي حرف الام، مجرد ان انا كتبته على ظهر الفوم بتاعي هقصه عادي هيتلزق ويبقى مفيش مشكله فيه. في بعض الحروف اللي لازم اكتبها بالعكس، يعني زي حرف مثلا لو حرف اس مينفعش ان انا اكتبه هنا بالعدل، مينفعش انا اكتبه هنا عدل واتوقع ان انا لما اقصه واقلبه هيطلع مظبوط.
لا يبقى اضطر اكتبه اصلا على الفوم جليتر بالعكس واظبطه كله خالص بالعكس كده، بحيث ان انا لما اقص واقلب الفوم بتاعي يطلع مظبوط على اللون بتاعي. بالنسبه للنجمه برضو لو عايزينها تطلع مظبوطه وبالقياسات، مثلا انا هنا مثلا بعمل كل ضلع فيها حوالي 3 سنتي، ببدا ارسمها بالراحه كده، بعمل ادي خط اهو، بنزل تاني كده خط تاني برضو كله بيبقى 3 سنتي، وبعد كده اطلع لفوق 3 سنتي كده وانزل لتحت بالشكل ده كده، وفي الاخر بوصلهم هلاقيهم برضو هيطلعوا هما نفس الثلاثة سنتي بتوعي. ده لو انا عايزة اظبط النجمة بتاعتي وتطلع بالشكل ده. هنبدأ نقصهم دلوقتي بالمقص ونلزقهم على الفانوس ونشوف شكلهم هيبقى عامل ازاي. دلوقتي انا قصيت اهو الاشكال اللي انا هحطها على الفانوس بتاعي على ظهر الفوم، اهو هبدأ اشيلها. برضو لو مش عندنا الستيكر عايزين نلزقها بمسدس شمع. ادي اول حاجة مثلا انا حاطة حرف ام كده. انا رسم مثلا الهلال احطه هو والنجمة. في افكار تانية كتير ممكن نحط صورة الطفل اللي هو عايز وفرحان بيها، مثلا ممكن نحط له صورته، ممكن نحط صورة جماعية، ممكن نكتب كلمة رمضان كريم مثلا الطفل هو اللي يكتبها بايده لو هو بدأ يكتب. كده انا اكتفيت بتزيين الفانوس بتاعي بقى بالشكل ده. هنا بقى ممكن نحط صور، ممكن نحط حاجات تانية كتير. انا برضو بفكر دلوقتي مثلا حاسه ان انا ممكن احط له ات فريم تاني، ممكن اقص تاني شكل زي ده بالظبط واحطه هنا تحت، هيديله منظر حلو قوي. كده خلصنا الفانوس بتاعنا. كل سنه وانتم طيبين، يا رب يكون عجبكم. تخيل ان شاء الله ده كده حجمه مناسب جدا والاولاد هيفرحوا بيه قوي. وطبعا بقى زي ما قلنا افكار الزينه وازاي نجمله وازاي نزينه وازاي الاولاد يساعدونا فيه، دي حاجه بقى ترجع علينا احنا بامر الله. كده انا عملت الفانوس دوت، وكنت عامله قبليه الفانوس دوت برضو كفكره واختيار الالوان، ده للولد وده للبنوته، تقدروا انتوا تضيفوا فيه كل اللي انتوا عايزينه. وكل سنة وانتم طيبين.